خلاص بدأت الأجازات الصيفية لأغلب المراحل الدراسية للتعليم الأساسي، ومعها بيبدأ سؤال مهم جدا، ده سؤال كل سنة: إزاي نستفيد من هذه الأجازة في شيء مفيد من غير ما يكون فيه ضغط بعد عام دراسي طويل؟ والأهم، إزاي ولادنا هيتقبلونا وإحنا بنهزر معاهم بعد الدراسة؟ إحنا طول فترة الدراسة اعمل ما تعملش، ذاكر، روح، تعالى، والتزامات في المدرسة، ولما يروح لازم يذاكر، وواجب، وقصص كبيرة قوي. بعد ده كله بيلاقيني انا عايز اعرف نفسيته تكون عامله ازاي، هيتعامل معايا ازاي، هيقبلني ازاي وانا ما بزعقش. انت مش بتزعق في الاجازه؟ يعني اجازه بقى، يعني حرام يعني ازعق في الاثنين؟ انا الدراسه عندي بتبقى اصعب على فكره، يعني بنبقى علاقتنا اطلب بكتير من الاجازه. ازاي نقدر ننظم وقت الشباب في الاجازه؟ ازاي نقدر الشباب اللي هم اطفالنا، يعني ازاي ما نسيبهمش ضحيه للسوشيال ميديا طول الوقت؟ ازاي ما نسيبهمش ضحيه للفيديو جيمز والبلاي ستيشن؟ الشاشه ما يبقاش اثير الشاشه. ما عايزين بس نقول لكل امهات ما تنسيش ولادك على الكنبه، يعني حاولي تفتكري ان في اطفال معاكي في البيت ما تسيبيهمش طول الوقت قاعدين، وانت ما دام هم بعدين عنك وخلاص ما انتش مسؤوله منهم، فخلاص سايباهم بقى للشاشه وهم بقى ربنا يتولاهم. الدكتورة شيماء الأسد استشاري العلاقات الأسرية موجودة معانا النهاردة في الاستوديو، هتتكلم معانا أكتر نعمل إيه مع الولاد في الأجازة. صباح الفل عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. إحنا مش بنزعق في الأجازة بجد؟ لا خالص. أنت بتزعق في الأجازة؟ بزعق على طول. أجازة هنعمل بقى معاهدة سلام. أوكي. عشان الوقت طول الدراسة إحنا ذاكر، تمارين، هننام بدري، الأكل، عاملين سيستم كله ضغط، مع ان انا مش مع الاسلوب ده، ما بحبش كده. حتى في الدراسه احب ان يبقى فيه تعاون، لان طبعا شفتي بقى تمام اهو تعاون مننا ليهم. اوكي فكرت تعاون طبعا، لان هم كمان نفسياتهم اهم كتير من الدراسه ومن الاكل ومن المذاكره. ليه بقى؟ هو انسان، مش احنا كنا صغيرين برضو ولا احنا كبرنا كده؟ طيب هو إنسان عنده احتياجات نفسية، محتاجة تعرف هو بيحب إيه ومش بيحب إيه، إيه الشيء اللي بيضغطه نفسيا. طب خلصت الدراسة، أنا دلوقتي في الأجازة، إيه بقى معاهدة السلام؟ هنعمل ميتنج، إحنا خلصنا كل حاجة، حابين نبتدي مع بعض إزاي. طبعا هم هيتخضوا، يعني أنتوا بتهزروا ولا بتاخدونا على قد عقلنا؟ طيب إحنا دلوقتي في وقت كبير، كل واحد فينا سواء الأب الأم بيشتغلوا، احنا هندخل البيت، عايزين الوقت ده نتجمع فيه مع بعض. تحبوا نتجمع ازاي؟ طبعا في ناس عايزه تخرج، في ناس عايزه تلعب. هنعمل بقى كل يوم حاله. يعني ايه حاله؟ يعني مش هنخلي شيء واحد يقتصر على الاسبوع. النهارده انت هتختاري احنا نحب نعمل ايه. عايزين نخرج، هنخرج. تمام. طبعا ده هيتناسب مع كل ظروف أسرة، لأن كل بيت ليه ظروفه. طبعا. طيب حضرتك بكرة هتختار، النهاردة احنا هنختار في يوم شاذلي عادي برضه. هتختار ايه يا شاذلي؟ اختار ايه؟ اختار اقعد في البيت. اوكي نقعد في البيت، اختار نلعب. مش لازم اللعب يبقى بقى سوشيال ميديا، هنعمل اكتيفيتيز مع بعض، لازم نشاركهم ونرجعهم لحياتنا احنا. طبعا بعتذر على صوتي بس. ألف سلام عليك. الله يسلمك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ في العاب كتير قوي السوشيال ميديا بتساعدنا ان احنا نعملها بايدينا. نقعد احنا بقت طاقتنا ضعيفه، احنا المشكله بقت عندنا. طاقتنا ضعيفه، مش عايزين نقعد نبذل مجهود معاهم. خلينا بقى احنا نخترع. المشكله ان احنا ننزل لسنهم ونقعد، والسن هنا على فكره مش بس اطفال، الكبار كمان. تعالوا نرجع احنا لطفولتنا. مره هعمل معاكم حلقه عن الطفل الداخلي. مش احنا زمان كان عندنا حاجات كتير قوي نفسنا نعملها ما عملناش؟ طب ما تيجي نعملها، ايه المشكله؟ احنا كبرنا بقى دكتور. لا ما كبرناش. طول ما احنا بنكبر بجسمنا، الطفل اللي جوانا مش بيكبر. ليه؟ هو مش بتلاقي ان احنا بنبص لبعض وبنقول شكلك مش جايب سنك؟ ما هي دي روح الطفل اللي جواك. اوكي هتكبره ليه؟ خليه. والله طبعا خليه، هو ده اللي بيخلينا اكتر نستمر في الحياه. كل يوم احنا هنعمل حاله، خرجنا، قعدنا، لعبنا. احنا كمان لازم نحببهم في القرايه، لان القرايه ولادنا اتربوا ان القرايه هي المذاكره. لا، لازم نعرفهم ان القرايه دي هي الثقافه اللي بتخلينا نعرف اكتر الحياه بره فيها ايه. القرايه مش بس تاريخ، القرايه مش بس جغرافيا، القرايه لا، فيها علوم تانية.
ازاي اخليه يعرف انا مين. لازم اتعرف على نفسي انا بحب ايه مش بحب ايه، دي من القرايه لازم اتفضل. بس دي تفضيلات. يعني في اطفال بتحب انها تقرا، في اطفال مش بتحب انها تقرا، في اطفال ما بتحبش تجهد نفسها. طيب. في اطفال بتحب تفرك 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 وتجهد نفسها وتجهد اللي حواليها وتجهد يعني اصحاب اللي حواليها. السلام ان احنا كل يوم هنعمل حاجه. انا من غير ما احسسهم انا هتعرف عليهم من جديد وهعرفهم عليا. يعني اليوم اللي احنا محتاجه اعمل كده طبعا. انا امه انا اللي جايباهم، فانا عارفه هتعرف عليهم. انت ازاي جايباهم ومش عارفاهم؟ ما انا بقول لك مش محتاجه اتعرف عليهم. لا طبعا محتاجه تتعرفي عليهم. هقول لك حاجه، وانا لما بيجوا لي العياده الامهات بتقول لي انا عارفه عنه كل حاجه ولا عارفين اي حاجه. لا لعبنا اللعبه اللي هي جاوب الاسئله ومش عارفه ايه وطلعت عارفه كل الاجابات. كل طفل وكل ولد او بنت بيبقوا دايما انت لغايه دلوقتي هل بابا وماما واحنا كبرنا اهو عارفين كل حاجه؟ في جزء داخلي دايما طب. احنا محتفظين بيه. طب. الاصدقاء بس اللي بيتعرفوا عليه. احنا لما نقرب ونبقى اصدقاء هنتعرف عليه. انا عايزه اوصل مسج انه الاجازه انا هستفيد بيها في ايه؟ دلوقتي لما بتكلم وبقول انه مش هنقعد على السوشيال ميديا، حياتنا كلها بقت سوشيال ميديا. الذكاء الاصطناعي كمان دلوقتي داخل بهجمات عنيفه، فاحنا بالعكس انا ممكن استخدم ده بقى وابتدي اقعد تعالوا علموني ايه رايكم نعمل برنامج لينا. بمعنى هو احنا دلوقتي بنتفرج على ايه؟ مش دلوقتي بيعملوا برامج جديده عشان كل حاجه هنستخدمها بيه؟ طب ما تيجي احنا كفاميلي نعمل برنامج يخصنا، وده ينفع على فكره. ندخل في السيستم ان احنا كفاميلي عايزين نعمل 1 2 3، دي فكره جديده هتشاركنا ونبتدي نتعامل بيها من خلاله. ايه المشكله؟ يبقى انا استخدمت السوشيال ميديا ما وديتهمش في حته ان انتوا مش فاهمين حاجه، وانا رحت معاهم وبنشترك، واحنا انا في الشغل وهم في البيت او في النادي احنا بنلعب مع بعض. مع بعض. ايه المشكله؟ يعني اللي انا عايزه اقوله ان احنا لازم نقرب للجيل ده، وبعدين الجيل ده فاهم اكتر كتير مننا. 9 سنين زمان غير 9 سنين دلوقتي. كتير 9 سنين زمان بقى 19 سنه دلوقتي. فاحنا لازم نتطور معاهم. طيب كمان انا هستغل الصيف في ايه؟ هو انا ليه بس بركز؟ انا هسفركم، فانا ببقى مركزه في المكان وفي الاكل وهتعملوا ايه؟ لا احنا هنسافر، عايزين نعمل ايه؟ نسافر فين بالظبط؟ ناخد رايهم. طب بس انا عايز قبل السفر عايز ارجع بس لحاجه صغيره كده في السوشيال ميديا او في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي او الالعاب. تمام. ايهما اخطر على الاولاد؟ ان هم يفضلوا قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يفضلوا يلعبوا في العاب؟ لا هو كله هم بيقعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي يلعبوا العاب كمان الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. طب انا بشوف بعض الشركات بتاخد بعض زي سلم والتعبان مثلا. تمام. بداوا يصنعوها بره. دي حقيقه. زهر والفاكرين بنلعبها جيمز دلوقتي والليدو والدومينو وكل الحاجات دي. دي احسن من ان انا امسك الموبايل والعبها. هي النقطه بس انا عندي مشكله ان الشيء لما بيعتاد بتبقى كارثه، بتبقى ادمان. فاحنا عايزين نعرفهم ان كل شيء ليه ليميت. هلعب بس بليميت. الادمان ما دلوقتي خلاص انا قلت له العب فاكره انه بيشغل دماغه صح؟ ايه اللي حصل؟ ادمن اللعبه. زي الاستيميشن. الاستيميشن خارجيا هي لعبه مفيده جدا، كلها حسابات وكلها فيها تشالنج، بس في الاخر هو اول ما بياخد الوقت هي ساعه الا ربع. انا لو عشان العب 3 ادوار عملت ايه؟ نص اليوم بتاعه ضاع. فانا كل اللي انا عايز اعمله ان في ليميت، ان انا هلعب وهتكلم وهحكي قصص. قصص محدش بيقبل يا دكتور. لا بيقبلوا. عارفه ليه؟ هقول لك. انا بحكي حاجات واقعيه. لان انا بعمل الجدول ده عندي اوريدي. طب السكادجول ده هو انا ليه بحكي قصص؟ انا مش هحكي قصص ممله. انا هاخدهم للعالم بتاعي. انا كنت بعمل وكذا وكذا وكان في ايه بيضايقني. هو انتوا محتاجين ايه مني؟ ليه ما نقعدش واقول له هو انت زعلان مني في حاجه؟ بس بشرط احنا هنتفق يبقى في ثقه. مش هو بعد ما يحكي لي اقول له بجد والله ماشي، مش هيحكي حاجه تاني. في روح في البيت هعملها خفيفه. وعلى فكره اللي بقوله ده مش خيال، ده انا عملته بيحصل، انا بعمله في بيتي. العملاء بتوعي بيعملوه عادي. المشكله ان احنا بابا وماما اكل وشرب ومصاريف ومذاكره ونوم وكل كذا، وده غلط والدكتور لا اوامر. الحياه مش كده. ربنا قال لنا
ذكر فإنك لست بمسيطر. إحنا خدنا الموضوع سيطرة، إحنا جايين ده حتى في الصلاة إحنا بننوه وبنقول طول ما الشيء فيه سيطرة فيه نفور. فأنا عايز أعمل ليه بقول حالة في الأول؟ عايز أعمل حالة إن أنا صاحبتكم، ما هو أنا كمان محتاجة حنانهم على فكرة. هو إحنا لما بنتخنق ولما بنكبر مش بنحتاجهم يبقوا جنبنا؟ طب أنا ليه ما مهدش ده من الوقتي؟ فأنا عايز أستغل الأجازة إنه أنا من كذا لكذا أنا في الشغل، هاجي محتاجة أشحن. ما لازم نبقى منطقيين، الوقت ده بقى هم كمان بيسهروا صح؟ مظبوط. طيب هنضحك، أنا عايز أنام بدري. بالظبط، هنضحك على بعض لو قلنا أصل إحنا هننيمهم بدري. إحنا عايزين نبقى في حالة واقعية، هم دلوقتي في الأول بياخدوا بريك، خارجين من الأجازة عايزين. أنا ذاكرت، ودايما تسمعي يقولك أنا ذاكرت لك على فكرة. أيوه. سيبيني براحتي. أيوه. فأنا هسيبهم شوية أسبوع براحتهم، وبعد كده هقول لهم أنا مش بعمل ده عشان تنام بدري، عشان أنا بعاقبك. أبتدي أخليهم يخافوا على نفسهم. هنفذ بقى اللي حضرتك بتقوليه، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني أقول افتكر إن في سيستم برضو بشكل أو بآخر، وأنا لازم أشحن علشان أقدر أمشي معاك. لازم أذكر، ما هو ذكر دي تمشي عليا وتمشي عليهم. بالظبط. وفي فيديوز بقى، مش في سوشيال ميديا؟ طب ما انا استغل اجيب الفيديوز اللي توريهم. على فكره يعني العند بيخليهم مش بيسمعوا الكلام، انا هجيب الفيديو واسيب واتفرج. الفيديو بقى اللي بيقول ايه؟ بيقول ان الصحه في التاخير غلط، ان العقل ده بيبوظ، ان انت محتاج كل الحاجات دي اندايركت هتوصل. انا كمحمد مقتنع بالكلام اللي حضرتك بتقوليه، بس على ارض الواقع زي ما انت قلتي 9 سنين زمان غير 9 سنين دلوقتي. 9 سنين دلوقتي هيقول لك انت جايب الفيديو ده اتفرجه لي عشان انا اللي اشوفه دلوقتي مش انت اللي تشوفه. طب انا هقول لك حاجه، بيحصل والله صدقيني. انا عارفه انا همشي معاك، طب ما يلا نجرب احنا الاثنين مع بعض، ايه المشكله؟ هو هيبقى عارف التعب منين؟ التعب مننا مش عايزين نبذل مجهود. ما هو ده محتاج عشان وقت. احنا وحشين؟ لا مش احنا خلصانين، عشان احنا زهقانين. بس طيب. احنا لو عايزين حاجه لازم نكون قدها. صحيح، عشان يعني انا ما ينفعش دلوقتي اقول انا عايز اعمل 1 2 3 وانا مش بساعدك. طب هو هيسمع كلامي ازاي؟ هيقتنع بيا ازاي؟ صح. الحياه مش اوردرز، نام يا حبيبي عشان ده كويس لصحتك. طب وبعدين؟ وانا لو زهقان، ما هو بابا سهران، اشمعنى انا؟ طيب في بعض الناس بيدوا كورسات لاولادهم في الصيف. تمام، انا مع ده قوي، بس في نقطه. انا ولادي حابين ايه؟ ادب، في ولاد بيحبوا يقروا لوحدهم، حابين تمارين، بيحبوا الكوره، بيحبوا السباحه، حابين يشتغلوا على نفسهم. دلوقتي السوشيال ميديا فعلا في الكورسات مش مخليه. هو انا وانا بتكلم عن الكورسات اقصد اللي هي الكورسات اللي هتساعدهم في السنه اللي جايه، يعني بيمهدوا لهم في الدراسه. انا يعني مش مع دروس. يعني بيذاكروا يعني لغات ولا بتتكلم يعني استعدادا مثلا؟ مثلا في حاجات بتبقى ثابته كده مثلا، اصل اللغات دي تمام، لكن ان انا اجيبهم واعرفهم منهج نبتدي نستعد للماده الدراسيه اللي هياخدوها السنه اللي جايه. ده بالنسبه لي حرام جدا. ده بجد هما مش بيستفيدوا، الاهالي بيتخيلوا ان انا باسس. لا، لان دايما ارجع تاني، الشيء لما بيزيد عن حده طبعا بيتقلب ضده. انا بكره ولادي في العلم، ما هو التعليم جاي من العلم. حسستهم ان ده شيء قهري، ان ده اجباري. عشان كده حتى تلاقي بعد الثانويه العامه هي كله بيرمي الكتب. هو الحياه مش ثانويه عامه، ما احنا طول الوقت احنا في امتحانات. فلا، انا مش مع ده. حتى لو انا عايزه اسس قبل الدراسه ب3 اسابيع، فانا بجيبها له ازاي؟ اني بمهد، اني بساعدك. لكن من الدراسه لكورسات ودروس لا، يعني نفس، محتاجين نفس. احنا كبار في الشغل، مش محتاجين ويك اند طبعا، مش صح. بنفصل، مش بنسافر. هو مش كلنا طاقات، حرام. لا، انا مش مع ده. الفكره بتاعت شازي طيب في ان انا اشتغل على الولاد تمام اصلا في الصيف، اعملها ازاي من غير ما ابقى برضو بضغطهم وبضغطني؟ لان وانا بضغطهم وعمال احاول احشر المواد العلميه في مخهم، انا كمان مش هاخد وقتي ان انا اتعافى من اللي حصل في السنه الدراسيه. هو انا برضو عايزه اوصل معلومه مهمه جدا، عايزه وانا بشتغل على الولاد في الصيف اعرف نفسي انا كبيرنتس حاجه مهمه جدا. مفيش حد هيبقى بيرفكت، فان انا ابقى ماشيه ده هيبقى 10 على 10 في التمرين، لا،
انا لازم اشوف انا هشتغل معاه في ايه هو حبه عشان يبقى بيرفكت فانا اتبسط. وبرده حاجه تانية مهمه جدا، اشتغل معاه في ايه هو عايزه، مش انا كان نفسي ابقى سباح فابني لازم يتعلم سباحه، انا كان نفسي العب بيانو فابني هيلعب، لا هو عايز ايه. اتفضلي. الاستمراريه هنا بتبقى ازاي؟ الولاد بتبقى ساعات كتير هوائيه قوي، النهارده عايزين كوره، بكره عايزين فروسيه، بعده عايزين كيك بوكسنج، بعده عايزين كوره ريش، كل ساعه ولا كل اسبوعين برياضه. احنا كده هنعمل بطل رياضي ازاي؟ بصي للاسف يعني معلش، لو واحنا مش اجبار ان كل الناس تكون ابطال رياضيين طبعا، بس انا بتكلم في ان احنا منين نبقى بنعمل دعم ان احنا نسابورت. طيب انا هقسمها نصين. طيب. الجزء الاولاني انا هبقى مع اولادي الى ان يستقروا هم عايزين ايه. لانه انا مثلا هتكلم عن نفسي، دخل سباحه وكوره وتنس، وقف عند الفوتبول هو بيحبها بقى بطل فيها، بس فهو الاستمراريه دي الاجابه، استمراريه من اللي هو اختاره. ما حبش السباحه، انا سبورت دي الخطوه الثانيه لما يختار، انا سبورت هنا هو حب، فانا ده دوري بقى، هو محتاج ايه اساعده ازاي. يعني انا كأم كنت بعمل غلطه كارثيه، انا فاكره انه قبل ما ينزل يلعب لازم ياكل، دي كانت كارثه وما ينفعش ياكل قبل الملعب. اللي انا عايزه احكيه من الجزء ده انه اشوف احتياجات الشيء اللي بيحبها عشان اعرف اسبورت صح. ما سبورتش من وجهه نظري انا، من وجهه نظره. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان بدعم باسلوبه، في عندي طفل انطوائي، في طفل اجتماعي، في طفل عنده طاقه بيحب الهزار، اشوف ايه هو نمط شخصيته وادخله منه. مش هينفع اهزر مع واحد هادي واقول له اصل انت كئيب، هو هادي. مش هينفع مع ولد بيحب يهزر وشقي ودمه خفيف اقول له اهدى شويه، انا بحسسه كده ان انت فيك حاجه غلط. كل الحاجات دي مع بعض بدمجها، فابتدي الاجازه والصيف بيبقى خفيف لايت. طيب عظيم جدا. واحنا بنتكلم دلوقتي عن التمارين والحاجات دي، ممكن يكون في طفل عنده مثلا موهبه وليكن في السباحه وشاطر وبينتقل كل شهر من ليفل لليفل والمدربين بيشكروا فيه، لكن هو طفل ملول بيزهق بسرعه بيمل بسرعه، ازاي افرق ما بين الاثنين وازاي اقدر اقنعه او احاول يعني ايه اشيل الملل من جواه واقول له لا ده انت شاطر في دي وانت بتتقدم وانت كل شهر ما شاء الله بتطلع ليفل. هتطمن الاول في حاجه، هل هو اللي اختار؟ لان ساعات الاهالي ده انا بشوفه بتقول له انا شايفاك شاطر في ده وانت هتبقى سباح، فهو بيعمل لماما او بابا. لو هو ده يبقى طبعا هو ملول لانه ما عندوش شغف، مش حاجه بيحبها، فدي باينه قوي. فانا هضطر ادخل بقى واتكلم واشوف هو بيحب ايه، ودي بتاخد وقت زي ما كنا بنتكلم، بيجرب كذا حاجه. لانه هو ساعات بيقول لك انا عايز التنس، بس لما يروح مش عايز يفضل يلم كور ويلعب. طيب لكن لو هو بيحبها وملول يبقى الولد ده بيحب التجديد، فحس ان السيستم بتاع التمرين هو هو، فانا اعمل ايه بقى؟ اخده في جزء تاني فيه تشالنج، لعبه تانيه، انا انافسه مع حد صحابه، ادخله في حاجه ايجابيه مع الكابتن. عشان كده دايما بقول الموضوع عندنا المجهود، احنا اللي لازم نركز ونبذل المجهود. ربنا يتولانا. والله دي حقيقه. ربنا يقدرنا فعلا ونقدر نعمل اللي حضرتك بتقولي عليه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا يا فندم. دكتوره شيماء الاسد استشاري العلاقات الاسريه، الف شكر لحضرتك. ميرسي ليك يا شاذلي. شكرا لوجودك معايا.